ائتلاف دولة القانون بعد طلب من اليوم أخواننا في بدر أن يكون محافظة ديالى نتنازل عنها مقابل أن تكون حصة ديالى إلى دولة القانون. هذا الاتفاق تم يعني وحقيقة مبرم اتفاق. تفاجئنا بسيد مثنى التميمي محافظ الحالي والذي انتهت ولايته باعتبار هنالك انتخابات جديدة، نعم، متزمت بقضية الرأي أن يبقى في المحافظة، رغم أنه الصراع الآن قدمنا أكثر مرشح دكتور خليفة التميمي أيضا في جامعة القانون في إديالة أيضا رفض للأسف الشديد. هنالك عمليات ابتزاز وتهديد لأي شخص يرشح إن كان من دولة القانون. بدأ تكتل جديد ما بين حسم وعزم وسيادة. هذا التهديد من قبل منه؟ يعني التهديد حقيقة من نفس الأحزاب اللي اليوم تترأس اليوم ما بين سبع مقاعد ومقعد للكرد، 15 مقعد اللي هي اليوم في ديالة. نعم. هنالك مشاكل، هنالك حدثت أمور تهديدية، وضمنهم المرشح مالنا انسحب برسالة تهديد من دولة القانون، ولا نعرف لحد الآن ما هي هذه فحوى هذه الرسائل. بالخلاصة عملية شائكة هي جدا. طلبنا من الأخ السيد رئيس الوزراء باعتباره اليوم الراعي اليوم الحكومة العراقية ومنتخب من إدارة الدولة والإطار، لكن للأسف لن نرى حقيقة تدخل جدي في حل هذه الأزمة.